تم كانت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بخنشلة كتيبة خنشلة من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج ومركبة سياحية وتوقيف ثلاث عناصر من شبكة إجرامية. هذه العملية تمت إثر معلومات تحصلت عليها فرقة الأبحاث مفادها وجود كمية من الكيف المعالج سيتم ترويجها بإقليم الاختصاص، كما تم التوصل إلى خمس عناصر من الشبكة الإجرامية هم في حالة فرار، من بينهم إذا مجرمان خطيران مطلوبان للعدالة في قضايا مماثلة.